اختتمت فعاليات معرض صنع في دمياط في دورته الأولى تحت رعاية جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمشاركة أكثر من 60 عارضا، والذين تنافسوا لعرض أجود منتجاتهم الخشبية والأثاث الراقي بأيادي مصرية ماهرة. أنا من أول يوم حتى فعاليات الختام الجمهور كثيف، المبيعات الحمد لله احنا لحد أمس حوالي 12 مليون جنيه بخلاف التعاقدات. احنا مقدمين النهارده جميع انواع الاساس في دمياط، اجود انواع الخشب والدهان واحدث الموديلات بارخص الاسعار. احنا جايين كمصنعين مقدمين عرض حديث للبيوت الحديثه، مقدمين سفره ونوم وانتري وصالون وانتيكات زي ما انت شايف كده، جميع الانواع وبارخص الاسعار. المعرض شهد إقبالا كبيرا من الجمهور لامتلاك مجموعة متنوعة من الأثاث الدمياطي الفاخر ذات السمعة العالمية، والذي يمتاز بأجود أنواع الأخشاب الطبيعية في تصميمات تراثية وعصرية. والله المعرض ممتاز والخامات ممتازة، تمام. أنا كنت بأتمنى يعني سفرة وأوضة نوم، تمام، بالإضافة إلى أنتريه، لأن الخامات بصراحة فوق الممتازة. والله حاجة محترمة جدا. أنا بقالي فترة يعني عشان المسافة إن أنت من القاهرة تروح لحد دمياط وتصرف مواصلات وكده، فكان الهدف إن هو أول مرة يحصل إنه دمياط تيجي لحد القاهرة، فده مكسب في حد ذاته. أنا لفيت على أنتريهات كتير وعلى صالونات من الحاجات المحترمة جدا، والحمد لله حجزت أنتريه. جهود كبيرة قام بها جهاز تنمية المشروعات الصغيرة لتنظيم معرض صنع في دمياط وتوفير الإمكانيات المادية والفنية أمام العارضين لتسويق منتجاتهم لدعم قطاع الأثاث والعاملين فيه من الأيادي المصرية الماهرة. معرض صنع في دمياط استطاع أن يحقق حجم مبيعات تجاوز أكثر من 10 ملايين جنيه في دورته الأولى، مما يعكس إنتاجية الأثاث وخلق المزيد من فرص العمل وفتح آفاق تسويقية وتصديرية وتشجيع الصناعة الوطنية لهذا القطاع الحيوي. أحمد ممدوح، النيل.